عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير واحد الكيك ديال التفاح، كيجي لذيذ وسهل وخفيف وكل حاجه فيه زوينه. يلا ندوزو المقادير. كاين كاس ديال دانون فاني، المهم اللي متوجد عندكم فاني، انا ما عنديش، عندي ناتوريل غادي نزيد النكهه. عندي نص كاس ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت، الدقيق كيبقى على حسب الحاجه، ثلاثه البيضات وجوج من التفاحات، وهذه البيكنج باودر 16 غرام ولا 14 غرام اللي متوفرين. بالنسبه لهذا ما عنديش النكهه، غندف له النكهه من عندي، نكهه ديال الموز، ما عنديش الفاني. نكهة الموز اللي نتوما عندكم، عندكم الفاني ديروا بالفاني، وديروا واحد الساشي، واحد الكيس فانيلا. هذا مكان. ندوزو دابا طريقه التحضير. اول حاجه غنحيدو هادو دابا باش ما يتاكسدوش لينا، نخليهم حتى نحضر الكيك ومن بعد غادي نقشرهم. درنا البيض، غادي نديرو فيه اكيد شويه ديال الملح، وغادي نديرو السكر، غنضربوه مزيان حتى يبيض شويه، ومن بعد نزيدو الزيت شويه شويه. غادي نزيدو النكهه، النكهه ديال الموز، نديرو غير شويه. وغادي نضيفو الزبادي ولا دانون. نعاود نذكر بان دانون ممكن ديرو الفاني، الا كان فاني ديرو الساشيه ديال كيس فانيليا معاه. انا عندي، ما عنديش الفاني وما عنديش حتى الكيس الفاني، يعني ما عنديش النكهه ديال الفاني. درت الموز، نخلطو هادشي مزيان. كاين هنا اللي كيزيد شويه من اللوز باودر، معلقه كبيره ديال اللوز باودر، ولا الجوز الهند، ولا كيخلى بحال هكا خفيفه. انا درتها اليوم هكا خفيفه عاديه. المهم اللي متوفر في المنزل راه كديروه في الكيك. صافي غنبقاو نزيدو، غادي نزيدو نجيب معلقه. نزيدو الدقيق على حسب الخليط، انا الدقيق من هنا نخلاه على ساشيه ديال البيكنج باودر 16 غرام ولا 14 غرام المتوفر، لان كيكون 16 ممكن ديرو جوج 8 8. نخلط الكيك ونرجع. صافي البنات، اخر حاجه غادي نديرها، غادي ندير معلقه صغيره ديال الخل، وهذا اختياري انا، كنبغي ندير في الكيك
الكيك تقريبا معظم الكيك اللي كندير كندير فيه معلقه صغيره ديال الخل ولا الحامض الا كان الكيك ديال الحامض. هي معلقه صغيره صافي. نخلطوا هادو مزيان وغادي نسد على هاد الكيك. وغادي نحطو في الثلاجة بيد ما قطعت شرط هذا التفاح بيد ما وجدتو. هادي حيلة من الحيال كتجي رائعة. يعني الوقت اللي بحال مثلا كيدير الكيك ديالو ونسى خدم الكيك ونسى ما شعلش الفران هو كيدير الكيك في الفران. سا ديبون كل واحد شنو كيدير. مرة كيدير الكيك هو بارد في الفران ولا سخون على حسب الفران اللي عندك. الكيك تغطيها تخليها في الثلاجة بين ما سخن الفران بين ما انتي وجدتي ولا كان عندك شي حاجة ديك الساعات كنتي ما عادش تقدري تكملي الكيك. صافي عندك شي ظرف من الظروف ما عادش تقدري تكملي الكيك ما تخافيش على الكيك. غطيها وديريها في الثلاجة وكوني أكيدة الكيك غادي يكون ممتاز ما غادي يخسر ما والو. صافي أنا ساليتو غادي نغطيه ونمشي نديرو في الثلاجة بيد ما وجدت التفاح. قطعنا التفاح قطعناهم هكايا قطعات صغار أو الجوانح. المول دهنته بالزبدة فقط ورشيت عليه سكر هذا ما درت. غادي نجيو دابا نسطفو هاد التفاح في المول مع درجة. صافي صفنا التفاح. جبت الكيك من الثلاجة ودابا غادي نحاول نفرغو بشوية باش ما يتهز ليناش هذاك التفاح. نحاول نفرغو غير بشويه صافي. نحاول نملأ الفراغات بلا ما نحركو التفاح غير بشوية. صافي بحال هكا بشوية بشوية كنملؤو دوك الفراغات. عاد هو ملي كيدخل اصلا الفرن كيقاد راسو في وسط الفرن. هذا مكان غادي ندخلو الفرن ونرجع لكم في الطبق النهائي. وهذه الكيك خرجتها من الفرن بحال هكايا نجيو نقلبوها. اوبس غطى حاليا. هكا كتجي هكا الكيك كيجي بحال هاد الطريقة. ما درنا ليش الكراميل من الاول ما درنا له حتى شي حاجة. درنا غير هذاك سميتو السكر والزبدة
ساهل يعني، كيجي بالزربه بلا ما ديري الكراميل بلا ما ديري الشغل الاخر. كنديروا له ناباج، ناباج هنا البنات كندير فيه مهم معلقه ديال المربى، معلقه كبيره ديال المربى، ومعلقه صغيره المهم ما عمرش كبيره ما عمرش ديال الماء، ومعلقه صغيره ديال السكر. المهم السكر على حساب واحد الشخص، لان المربى اصلا فيها السكر، وقليل من الجليكوز. الجليكوز هذا ماشي الناباج، الجليكوز هذا اللي كيدار هنايا، كيديروا في الشرفي تيديروا فيه تيديروا الشربات باش كيتقلوا الشربات ديالهم على برا. قليل منه كتخليو كيغلي كيغلي صافي، تتحسي به صافي راه هذا، وكتحطوا المهم تيغلي تحسي به راه ثقيل كطفي عليه. الا كان مربى فيها يعني فيها قطع فواكه كتصفيه صافي، كتخلي كيبرد كيجي بحال هذه الطريقه، هذه كيجي ساهل. غنحط لكم المقادير ديالو في صندوق الوصف. صافي كديروا بحال هكايا باش كتجيكم هذيك اللمعه في الكيك. هذا مكان الكيك ديالنا، ها هو جاهز، وشوفوا كيفاش داير منفوش او منفوخ كيفاش كنقولوا احنا في المغرب، منفوخ ولا هنا منفوش. نقطع لكم وحده واخا سخون، غادي نقطع لكم وحده يجي رائع وخفيف. يعني انا قطعته هو سخون نورمالمون، يعني خاصو يبرد شويه، باقي سخون. اوبس، شوفوا كيفاش كيجي من هنايا، قطع التفاح فوق منه، يعني بحال كتكون التفاحه مدفونه لداخل. هو كل ما برد كيجي مزيان، يعني الكيك منفوش ولا منفوخ هانتوما شفتو، تيجي هائل وسهل جدا وسهل التحضير والاكل ديالو. يعني ما نقدرش انا ناكلها وندوقها قدامكم لان سخون. هذا ما كان، نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو وتخلوا لي تجربوا، تخلوا لي رايكم في التعليق، وإلى فيديو واحد آخر. دائما كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم، تشجيعاتكم ليا. إلى فيديو واحد آخر، السلام عليكم.